السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة تربية الحسون، الصفحة الرسمية معكم جلال. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليكم عش. إخواني أخواتي، لنا عودة لكم في موضوع جديد إن شاء الله، وسيكون شيق ومفيد جدا أثناء غيار ريش الطيور. ما اليوم راح نزيد نعطي لكم خوتنا الأعزاز حاجة خلاف تقدمها أثناء غيار الريش وهي مفيدة جدا للطيور، وسنقوم بتعريف صغير، يعني حبيت نختصر بمفهوم بسيط حتى يفهم الكل إن شاء الله، ولا أريد التعقيدات في مواضيعي عن طريق العلمي. خوتنا الأعزاز، العصفور تاعك في فترة غيار الريش يحتاج كثيرا إلى الكالسيوم. يعني خوتنا الأعزاز، كي ظهر عندك عصفور يغير في الريش، أي عصفور، كناري، حسون، طيور الزينة، ببغاوات، ما شابه، تستطيع تقديم الكالسيوم أثناء غيار الريش، ولكن مثلا مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع، أو تقدم للطير تاعك بعد غيار الريش، يعني كما قلنا ما يبقاش يطيح في الريش وكذا، يبدأ يعمل في نفسه مرحلة لا ريبيتيسيون كذا، الجهوزية، تقدم الكالسيوم للعصفور تاعك. علاه؟ سأشرح لكم إخواني أخواتي لماذا نقدم الكالسيوم للعصفور. كما تشوف العصفور تاعي راهو يأكل في الكالسيوم، وما شاء الله راهو مروض، ها كاميرا بينه وبينه ثانية واحدة فقط، يعني ما يخافش، متعود، أو كالسيوم هذاك، ها هو الكالسيوم خاوتنا الأعزاز اللي متوفر عندي. دوك نشرح لكم ودوك تفهموا كامل إن شاء الله وبحول الله. الكالسيوم مفيد في غيار ريش العصافير. عليه يساعد العصافير على عدم هشاشة العظام، يعني العظام تاع العصافير تاعك لا تكون هشة. يجب أن يأتي الكالسيوم، يعني كي تقدم الكالسيوم لازم توفر للطير تاعك الفيتامين دي 3. لهذا في مواضيعي الأخرى أقول لكم قدم فيتامين فيتافورم، لأن الفيتافورم يحتوي على نسبة من الفيتامين دي 3، أو تقدم التشميس. علاه نقدموا نحن الفيتامين دي 3؟ للناس اللي ما عندهاش تشميس لازم عليك تقدم فيتامين دي 3، مثلا فيتافورم أو أي دواء يحتوي على الفيتامين دي 3. يساعد العصفور في امتصاص الكالسيوم، يعني الفيتامين دي 3 تشميس أو الفيتامين دي 3 يساعد على امتصاص العصفور الكالسيوم، يعني كي تقدم الكالسيوم راح يمتص جسم الطائر الكالسيوم بصفة صغيرة جدا، لكن كي يقدموا الفيتامين دي 3 يساعد على امتصاص جسم الطائر الكالسيوم بنسبة عالية وجيدة جدا. ايضا كان لاحظتوا دار عندك عصافير طيور في المنزل بصحه جيده، ما عندهاش حتى امراض، اوب موت مفاجئ. لماذا موت مفاجئ؟ لان العصفور تاعك ينقصه الكالسيوم في الجسم. لماذا؟ عظام الهيكل العظمي تصبح لينه، يلزم ليك الكالسيوم. شوف كيفاه يتغذى عليها بشراهه. درك هذا عنده اسبوعين ما قدمتلوش الكالسيوم، يعني باش ما نكثروش الكالسيوم في جسم الطائر، يعني كثره تقديم الكالسيوم تؤذي العصفور. الكالسيوم ايضا هو اكثر المعادن شيوعا في جسم الطائر، ومفيد جدا خاصة للإناث. دوكا نشرحها في موضوع قادم إن شاء الله كي يقرب موسم التزاوج، لماذا الكالسيوم مفيد في جسم الطائر خاصة للإناث. يساعد في نقل المواد إلى الخلايا خلال التكاثر، يساعد في نقل المواد للخلايا خلال موسم التكاثر. خلينا دوك نديروا لها موضوع كامل. علاه؟ لانه تساعد في نسبه كبيره للبيوض للاناث. دوك نشرحها كامله. فيتامين دي 3 خاوتنا الاعزاز عنصر، لماذا هو مفيد مع الكالسيوم؟ لانه ينتج هرمون الكالسيترول. الكالسيترول هذا هرمون يساعد، اسمه كالسيترول، يساعد على امتصاص الكالسيوم في امعاء الطائر. فهمنا خوتنا الاعزاز؟ كمثال على ذلك تقدر تقدم هذا النوع من الكالسيوم المتوفر لدي، هذا فيه مجموعه من الاشياء الكالسيوم المختلفه، يعني ما هوش حاجه واحده. فهمنا خوتنا الاعزاز؟ ايضا تستطيع تقديم حبار السيبيا، تستطيع تقديم الكالسيوليكس في الماء. توجد عدة أدوية تحت اسم كالسيوم، مثلا مش حتى متقدم كالسيوليكس في الماء ولا كذا، تروح لبائع العصافير أو بيطري تجد عنده مثلا أي دواء ولكن يكون أصلي وغير مغشوش، يحتوي على اسم كالسيوم، كالسيكولينا، كالسيترول، حاجة كيما هكا. فهمنا خوتنا الأعزاء؟ كان معكم أخوكم جلال، استنونا في موضوع إن شاء الله سيكون جيد جدا. السلام.